اهلا بيكم مساء الخير مشاهدينا في كل مكان حلقه جديده النهارده من حلقات من يهجدها زي كل اسبوع بنبقى معاكم كل اثنين واربع من الساعه 12 للساعه واحدة الناس اللي كانت بتسال على ميرفت يعني هتستحملوني اليومين في الاسبوع في من يجدها ميرفت دلوقتي بتعمل بستان العقيده وبتعمل ربنا موجود علشان طبعا ميرفت في بدايه او موجوده في من يجدها من الاول خالص فاحتراما فا طبعا وتقديرا ليها لازم نقول علشان الناس اللي بتحبها تعرف تتابعها كويس لانه حصل شويه انتقالات في البرامج كده او في المذيعين في البرامج فميرفت هتبقى موجوده معاكم كل جمعه في ربنا موجود وبستان العقيده بيبقى يوم الثلاث النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 هنتكلم على ثقافه اسمها الحرمان لاولادنا الحرمان لما بنتكلم فيه الناس كلها بتبقى متخيله ان انا هحرم ولادي من حاجه ان انا مش هديهم ان هم هيبقوا مختلفين عن اللي حواليهم الحقيقه انه آه الـ الـ يعني متخصصين المشوره ودكاترة الطب النفسي الخاصين بالأطفال أو المتخصصين في الأطفال قالوا أنه دي ثقافة المفروض تبقى موجودة في علاقاتنا مع أولادنا في بعض الأوقات وبشكل معين ليه؟ لأنه ما ينفعش كل حاجة تبقى متاحة للولاد وما ينفعش في أي وقت اللي هم عايزينه يتعمل وبرضه هي في ناس قالوا عنها انها نوع من انواع العقاب وناس قالوا عنها ده اسلوب في التربيه خلونا نعرف النهارده ازاي نمشي بالاسلوب ده او ثقافة الحرمان مش معنى الحرمان أرجع تاني أقول إننا بنحرمهم من, من حاجة أو إنهم يبقوا أقل من صحابهم أو إنهم يبقوا أقل من الناس اللي حواليهم ولإني أفضل أقول طول الوقت هو أنا لو ما جبت لهش هو مين اللي هيجيب وإلى آخره دي ثقافة وأساليب في التربية لازم نعرف نمشي بيها إزاي وبأنهي شكل علشان الولاد يطلعوا برضو أسوياء ومش كل حاجة تبقى متاحة في أي وقت علشان إحساسهم بالمسؤولية يزيد مع تقدم العمر ده هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا اللي منورنا جدا او مع ضيفتنا اللي هتنورنا جدا الأستاذة مريان عاطف لمعي اخصائيه الارشاد الاسري والدعم النفسي هتنورنا نتكلم طول الحلقه في الموضوع ده لانه فعلا موضوع كبير فلو حضراتكم عندكم اي سؤال او استفسار او عايزين تشاركونا بتجربه شخصيه مثلا او مش عارفين ازاي تتعاملوا مع اولادكم بالثقافه دي او بالاسلوب ده في الحدود الصحيحه لانه برضو لازم نحط مليون خط تحت كلمه الحدود أه كلمونا هنبقى معاكم على مدار الساعه كلها لغايه الساعه واحده تليفوناتنا شغاله من دلوقتي لو عندكم اي سؤال حابين تشاركونا بيه لو مش عارفين توصلوا لنا عن طريق التليفون ابعتوا على صفحتنا الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك باسم ولوجو البرنامج اخرج لفاصل معاكم اول ونبدا حلقتنا وثقافه الحرمان عند الولاد مرحبا بيكم مره تانية الحقيقه قلت في المقدمه ان انا هتكلم النهارده عن اسلوب في التربيه او ثقافه اسمها الحرمان يمكن كده هي من بره تبان انها حاجه صعبه فيها قسوة فيها آه اني باخد حاجه او ما بديش حاجه لاولادي اني بخليهم شويه اقل من الناس اللي حواليهم الحقيقه انه آه متخصصين المشوره ومتخصصين الارشاد الاسري متخصصين آه الطب النفسي كمان الخاص بالاطفال قالوا لا انه ده اسلوب في التربيه بس طبعا لكل اسلوب طريقه في التنفيذ علشان مهم قوي اننا نعرف ننفذ ازاي علشان يبقاش الموضوع مفتوح معانا بزياده او نحرم قوي فالموضوع ياثر عليهم طبعا بالسلب ده هنتكلم فيه طبعا النهارده باستفاضه اكتر على مدار الحلقه مع ضيفتنا وزي ما قلت لكم تليفوناتنا مفتوحه صفحتنا على الفيسبوك كمان دايما فريق الاعداد القائم على الصفحه والسوشيال ميديا كلها بتبقى بتستقبل كل اتصالاتكم او بتستقبل اسئلتكم وتعليقاتكم طول الوقت نرحب بضيفتنا اللي منورانا جدا النهارده استاذه مريان عاطف لمعي اخصائيه الارشاد الاسري والدعم النفسي برحب بيكي اهلا منورانا من. أهلا, من اهلا خلينا كده نعرف يعني ايه حرمان بشكل عام هو الحرمان اللي احنا بنتكلم عنه طبعا يعني مش الحرمان العاطفي اللي الناس ساعات تقول اصل كتر الدلع بيبوظ كتر التدليل او سوري يعني الدلع والتهنين في الولاد لا انا ما بقصدش على الحرمان العاطفي خالص لكن انا بتكلم على العطايا والطلبات الماديه <applause> الطلبات الماديه اذا كان في اكل اذا كان في شرب اذا كان في في ملابس اذا كان في لعب انا بتكلم بما اننا بنتكلم على الاطفال اه <applause> فانا بتكلم على الحرمان اللي يخص الطلبات الطلبات بتاعت الاطفال مم. مش بتكلم طبعا على الحرمان العاطفي إطلاق الحرمان العاطفي ده حاجه احنا مش عاوزينها يعني اه يعني دي برضو نقطه مهمه يعني مثلا عشان الناس تفتكر الساده المشاهدين تفتكر. اه بالظبط الماما اللي بتقول انه لا انا مش هينفع مثلا ادلع ابني خاصه لو ولد بزياده علشان ما يطلعش ابن مامته او مثلا لا انا مش هينفع ادلعه بزياده عشان يطلع ناشف ومسترجل كده ده مش مش ده الحرمان او مش ده, ده, ده اللي احنا احنا و. مش بنتكلم على كتر الاحضان وكتر البوس بالعكس ده الاحضان والبوس والطبطبه بتطلع نفوس سويه بتطلع نفوس سوية الأحضان والبوس والطبطبة والحنية والكلام الحلو ده بيطلع نفوس سوية احنا مش بنتكلم على الدلع اللي من النوع دوت احنا بنتكلم على تلبية الطلبات زيادة. اللي الطفل بيطلبها تلبية الطلبات بتاعته طيب لو هنتكلم على انه دلوقتي في حرمان عاطفي وفي حرمان خاص بالاشياء الماديه مش بنتكلم فيه حاجات معنويه صح كده هل في الحاجات الماديه دي او الحرمان اللي ليه علاقه بالاشياء الماديه برضو جواه او بيندرج تحته انواع تانية ولا هو واحد طبعا. بنفس طبعا. الطريقه بنتعامل طبعا الحرمان اللي بنتكلم عنه ده تحديدا في حاجه اسمها حرمان تعسفي يعني انا بعمله لمجرد ان انا غضبان متضايق على طول بقول لا 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 لا, لأ, لأ. وفي حرمان تاني بيسموه بقى اللي احنا جايين النهارده نتكلم عنه اسمه الحرمان الاختياري الحرمان الاختياري ده بيكون بقرار واعي مني انا في التربيه انا ببلان لي ببلان لي يعني يعني ده اختيار ماما او بابا طبعا مش اختيار الطفل وخدي مصطلح ده كمان بتخطيط من ماما وبابا بتخطيط ان يعني هو مش رد فعل لسلوكه يعني يجي يقول لي ايه انا عاوز اشتري كوتش جديد عجبني فنقول له لا وكان الموضوع طالع مني كغضب او غير مدبر يعني كان رد فعل سريع مني لا يعني خدي عندك من اول ان انا اقول لطفلي ان انت ما بتاخدش اكتر من حاجه واحده في اليوم حاجه حلوه آه هننزل نشتري هدوم انت مالكش غير آه تيشيرت وبنطلون واحد مش هنشتري اكتر من كده ما من حاجه عجبتك انا ببقى حاطه رولز كده لفكره الحرمان الاختياري دوت ده بلس ان هو لما بيطلب طلبات انا مره اقول اه وثلاثة أربعة بقول لا <applause> ليه لا اقول لحضرتك مثل من آه. يعني قيمه اسبوعين كده ابني بيقول لي مش عارفه عاوز ايه كده مش متذكره فانا قلت له معيش فلوس رد كده سريع يعني اني مش عايزه اجاوبك فعدت شويه قلت لنفسي رد الساذج ده يعني الولد نفسه مش هيستوعب ان انا ايه ماما مع ما معهاش 5 جنيه 10 جنيه يعني تجيب لي الحاجه دي كانت حاجه بسيطه يعني فبعدها بكام يوم لقيته واحنا ماشيين شاف حد بياكل كشري فلقيته بيقول لي ماما عايز كشري فلقيت نفسي بقول له لا مش هتاكل كشري ليه قلت له عشان مش كل حاجه هنشوفها هنطلبها وهنجيبها قال يعني انت ما فلوس نفس آه لا انا معايا فلوس بس احنا مش كل حاجه هنشوفها المفروض ان احنا نجيبها زي الناس سكتنا فلا لازم اعرفه الفكره دي ان يعني احنا مش كل حاجه هنطلبها هتبقى موجوده طب ما خليني خليني ننزل شويه ب يعني بكلامنا او بدماغنا لدماغ الطفل الصغير صح دلوقتي انا مثلا احنا هو كبار لما بتعدي مثلا قدام حاجه بتفت... لو مثلا عايزه تاكلي نفسك تاكلي كشري زي ما لو هاخد نفس المثل وانت شخصيا شفتي حد بياكل كشري وبقالك كتير أنتي ما انت نفسك هتروح هتقولي انا كمان عايزه اكل كشري ده أفضل. معناه مثلا ان انت اي حاجه بتطلبيها بتعزيها ولا برضو ممكن نقدر شويه بعض احتياجات الاطفال انه انا شفت حد معدي فافتكرت الحاجه فعادي لما اجيبها له صدقيني انا ساعتها عملت حاجه ثانيه كمان لما ركب معايا كده العربيه لقيت نفسي بقول له انا عارفه ان انت كان نفسك في الكشري انا عملت حاجه اسمها اقرار بمشاعره انا اقرب بمشاعره انت ليك حق ان انت نفسك تروح لحاجه ومشاعرك تروح لحاجه و... وتطلبها ايوه ده اللي انا بتكلم فيه طبعا لازم آه. نقرب مشاعره بالزبط. طبعا انا عارفه ان الكوتش ده عجبك بس الكوتش ده مش احتياجك دلوقتي على فكره واحنا بنتكلم على الحرمان الاختياري ده حتى مع نفسنا ككبار لازم نميز بين حاجتين حاجه اسمها الاحتياجات وحاجه اسمها الرغبات تمام انا لما باجي اعمل الحرمان الاختياري ده مع الطفل انا بعمله مع ما يسمى الرغبات وليس الاحتياجات تلين. يعني اكيد هو مش عاوز يتغدى هقول لا مش هتتغدى وجهه نظري انا كماما او وجهه نظر البابا هيبقى مختلف عن وجهه نظر الطفل اللي بيطلب طبعا بمعنى. انا شايفه انه احتياجك دلوقتي في الكوتشي مش او او ككوتشي مثلا مش ده الاحتياج لا انا شايفه ان انا عايزه دلوقتي وبنلاقي اطفال بيردوا، يعني احنا زمان الاطفال ما كناش بيردوا قوي، لكن حاليا الاطفال بيردوا. طبعا لا انا انا حاسس ان انا عايزه اكل دلوقتي حاجه مسكره، فانت ايش عرفك ان انا مش دلوقتي ده مش احتياجي مثلاً بصي صدقيني ده يقودنا لفكره ان ماما وبابا نفسهم يبقوا عارفين خطوره تلبية الاحتياجات دي على الفاضي وعلى المليان. بالظبط. خطورتها ده بيسموه الـ 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 العلاج المعرفي، ان انت لما تدخل معرفه جديده في دماغك فسلوكك يتغير او تقدر تقاوم يعني اه انا قلبي بيتقطع ان انا عاوزة اجيب له الحاجه الفلانيه بس انا عارف ان في ما, ما بعد بالزبط. محتاجه مني او بتطلب مني ايه فاحنا لازم نعرف خطوره تلبيه الاحتياجات دي بشكل مستمر سوري الرغبات عفوا الرغبات خطوره تلبيه رغبات الطفل دي بشكل مستمر خطورتها عليه فيما بعد ايه طيب انا قبل ما اتكلم على الخطوره انا عايزه اتكلم على رد فعل الاهل لما بنقول لهم على فكره الحرمان رد فعل الاهل بيقولوا لو انا ما جبتش هو مين هيجيب لا خليه يعيش في خيري خاصه اللي بتقلمه الكلمة او اللي بيقول الكلمه دي دايما الاب اه يعني ممكن دي من ضمن التحديات اللي بتقابلنا في فكره الحرمان الاختياري الام الأب. ممكن تعرف تمسك نفسها لكن يجي عند بابا سيبيه ياكل سيبيه يشرب سيبيه هتتدلع سيبيه مش عارفه اجيب له ما يعني هو انا ربنا خلقني عشان اعمل ايه هو انا ربنا رزقنا بطفل عشان نحرمه ونضايقه ليه لا اصل انا لما اتحرمت انا مش عايز ولادي كمان يتحرموا من الحاجه الفلانيه طب وانا لازمتي ايه في حياته طب حاجات بقى من دي كتير فانا عايزه اتكلم في الجزئيه دي انه ازاي الاهل يعرفوا يميزوا كويس قوي ما بين انه ده اسلوب وانه لا دي مش نوع من انواع الاسوء خلينا نتكلم في الاول على فكره المخاطر عشان خاطر لما ندركها نقول طب نواجه التحديات ازاي مستمين. ما احنا هنحتمل ان احنا نواجه تحديات لما نخاف احنا يعني احنا شويه ثقافتنا بتعتمد على ان احنا لما بنخاف بنتغير أيوة. لما بنقلق ونتوتر ونحس ان احنا في خطر بنتغير فخلينا نقول المخاطر الاول انا لما بلبي لطفلي كل رغباته كل ما يطلبه انا بنفذه وبوجده وب... له انا مش عايزه أقولك ان انا هبدا من الـ من الاخطر للـ 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 للاقل خطرا يعني تمام. بس نبدأ من الاخطر اول حاجه انا بعملها في طفلي او في ابني دوت او في بنتي ان انا بخليه شخصيه اسمعي العباره دي ذو استعداد ادماني لما يكبر ادماني ادماني يا yeah. اه حقيقي حقيقي انا لما بلبي له كل طلباته يوصل لسن ال 18 هو عنده كل حاجه كل حاجه بيطلبها هو واجدها بابا وصل لغايه سن ال 18 مثلا وجاب له العربيه مجرد ما طلع الرخصه جاب له عربيه عمل له كل حاجه بابا فالولد او البنت ما بقاش عنده حاجه في الحياه ناقصاه ينتظرها فلما ينتظرها او يشتريها او يحصل عليها يفرح ويتبسط هما اللي بيلجأوا للادمانات المختلفه دي هما بيلجأوا ليه أحس ان هما مش مبسوطين مش سعداء مش راضيين عن حياتهم فبنلجا للادمان عشان خاطر يزود جرعات هرمونات السعاده في مخنا الدوبامين فنتبسط فنشعر بسعاده اكتر ونشوه اكتر هو عنده كل حاجه لكن هنا اوقات كتير بقى الاب والام بيتخيلوا العكس يا مريم بمعنى انه آه لا انا مش شايف انه ده ممكن توصله لحاله من الادمان او حاله ادمانيه ده كده انا بخليه طفل شبعان او شاب شبعان لا بالعكس بالعكس انا عايزه أقولك لك ان هو كمان بيصطدم من ضمن المخاطر ان انت بدون وعي من الام والاب بيخليه يصطدم مع الحياه لما يكبر الغير ملبيه لطلباته على الاطلاق كلها يعني البيت الحياه بتاعته الصغيره كانت ملبيه لكل احتياجاته، لما بيكبر ويبدا يبص على الحياه من طموحات او اهدافه بيلاقيها مش بتتحقق بسهوله هو بيصطدم مع الحياه لان الحياه نفسها غير ملبيه للطلبات. أيه. بجانب ان الطفل بيبقى الشخصيه دي لما بتكبر بيبقى عندها استعداد للهشاشه النفسيه والعرضه للاكتئاب لانه برضه ما عندوش حاجه يسعى ليها تفرحه ما كل حاجه اوجدها من هو صغير من هو شاب صغير أيه. فهو يسعى لايه؟ يفرحوا لما يحصل عليه. فبيبقى عرضه للاكتئاب وللاحباط والعدم الرضا والسعاده. طب انا كنت عايزه اسالك في حاجه، كان عندي طفل كده اعرفه يعني، الطفل ده كانت مامته وباباه مش مدلعينه للامانه يعني، ولكن بيجيبوا له الحاجات عادي لعب، لبس، خروجات، نادي، بيلعب رياضه والى اخره. بس في كل مره الطفل ده بيعمل حاجه هما كاب وام ما بيحسوش ان الطفل ده برضه فرحان. رغم انه عنده كل حاجه يعني رغم انه الولد ده بيتفسح وعنده اصحاب وبيخرج وبعدين يوم فجاه الاب والام بقوا قاعدين الولد طول الوقت عينه حزينه في مشكله ما هم مش عارفين هو طفل عنده سبع ثمان سنين يعني فاللي هو الاطفال اللي زي دول بيبقى ايه اللي مخليهم مش سعداء مثلا هم ما عندهمش مشاكل في حياتهم هو كل حاجه عنده انت مش بتصبره تقول لو انت التزمت وجبت درجات حلوه في الميد انا هجيب لك الحاجه اللي بقالك كام شهر بتتمناها كل حاجه موجوده عنده هو احنا ايه اللي بيخلينا نسعى في اهدافنا ونتعب ونشقى ونبقى شغوفين ان احنا هنحصل على حاجه في النهايه فهو كل حاجه موجوده عنده مم. وكل حاجه انا اسف التعبير مترميه حواليه تدخلي عند اوض الاطفال اللي من النوع ده تلاقي اللعب مترميه وهو م... مش غير مبالي بيها لعب كتيره مترميه او حوالي. او عنده شغف كبير قوي ناحيه لعبه ما وبعدين بعد ما يجيبها ويحصل عليها ويهدى كده نفسيا خمس دقايق بسهولة خمس دقايق التساهل في ال... التساهل في ان احنا نجيب الحاجة بيخليه مش قادر يحافظ او مش متعلم يحافظ على ما يملك مم. هو مش عارف يحافظ على ما يملك طب ده هيعمل ايه بل... لما يكبر بقى؟ ده زي ما قلت لك بيعمل بيخليه عرضة ان هو يدخل في ادمانات مختلفة لان هو بقى عنده كل حاجة فنشوف حاجة تحقق لي سعادة أعلى لا لو ما دخلش في حالة إدمانية لو, لو مثلا راجل بقى, بقى راجل متزوج وعنده بيت واسره ممكن ما يحافظش عليهم طبعا مثلاً. احنا بنشوف دلوقتي كتير من الزيجات بعد ما الاب والام يتجوزوا ابنهم ويخلوه يجيبوا له شقته وعربيته وشبكته وحاجته تلاقيه شهر شهرين سنه وتلاقيه جاب مراته احنا بنشوف في الجلسات المشهوره نوعا جاب مراته راح قعد عند اموليه ابني اصل الشغل مشيت من الشغل مش مرتاح من الشغل الشغل فيه حاجات بتضايقني ما قدرتش احافظ على اللي انا وصلت له او اللي انا حطوه في ايدي لاني انا ما تشقتش وتعبت فيه او مش قادر يستحمل هو مش قادر يستحمل اه هو مش قادر يستحمل مم. ففقد اللي في ايده وتنازل عن اللي في ايده بسهوله رغم ان احنا بنشوف كتير من الرجاله يعني المتزنه يقول انا اللي لمس... لم مخليني مستحمل في الشغل وضغطه وفي في المجال دوت او في الاطار دوت ان انا ورايا اسره انا لو كنت سنجل ما كنتش فضلت تحت الضغط ده لكن هو مش قادر يحافظ على اللي هو فيه باع الشبكه اللي جابها لها ويمكن يكون باع عربيته ويمكن 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 لانه ما قدرش يحافظ على في ايده بيخليه كمان عرض أنه ما يعرفش كمان يعرف يشكر ولا يمتن بسهوله بالظبط صدقيني فعلا الشخصات الشخصيات اللي من النوع دوت اللي موجوده عنده كل حاجه ما بيبقاش عندهم حس ان انا الشكر ده ضروره للي حواليا ولربنا على العطايا اللي بيديهاني ما حسش ف... بقيمه حاجه بقى خلاص, خلاص انتهى يعني. أنت عندك مشاكل كتير قوي لما نلخصهم بسرعه بيبقى عرضه للادمانات عرضه ان هو يبقى نفسيته هشه وعرضه ان هو يبقى يجيله اكتئاب اكتئاب وكمان بيبقى ما عندوش قدره انه يحافظ على ما يملك وحصل عليه من الناس من اهله اللي ادوه له كمان بيبقاش قادر يصط... ي... يتكيف مع الحياه بتحدياتها وبيصطدم مع الحياه فاول موقف تقول له فيه لا لان هو كان واخد على البيت الحياه الصغيره اللي بتلبي له كل احتياجاته حمي. بتلبي له كل رغباته طيب ما احنا معانا على التليفون سوزان من اسكندريه الو مساء الخير يا سوزان ازيك معلش انا كنت انا بس كنت عايزه اسال على الموضوع اللي بتتكلموا عليه اتفضلي دلوقتي انا ابني كان هو 13 سنه تقريبا فبياخذ مصروفه بيحوش جزء منه ف يعني دلوقتي لما بيحب يديك حاجه بيقول لي انا حر اجيبها من مصروفي طالما بحوشه مثلا ممكن اقول له الحاجه دي انت مش محتاجها دلوقتي يقول لي طب ماشي انا عايز ايه يعني أي انا هجيب دي ايه انا عايز دي إيه؟. مثلا السماعة في الفون بتاعه اتقطعت فجابها كذا مره يعني كل مره اقول لحبيبي لو اتقطعت مش هتجيب غيرها انا ايدي غيرها بعد كده لما منعته ابتدى ياخد مصروفه وهو بيجيب الحاجه يقول لي ماما ده مصروفي انا شو هو اتصرف بيه بالطريقه اللي انا عايزها <applause> فهل عن... ده صح ولا انا المفروض امنعه يعني عن تصرف زي ده طالما قطعها مثلا مره وثانيه ما يجيب تاني ويا ترى ما يجيب لحد قد ايه ومعلش كمان اخوه صغير إيه برضو مثلا لما يشبك في حاجة أقول له لا مثلا مش هنجيبها المرة الجاية مش هنجيبها المرة الجاية معلش سوزان هو صغير قد إيه؟, إيه عنده 10 سنين 10 سنين أوكي فيقول لي لا وكل حاجة لا أنت ما بتربيليش على أي حاجة فأنا أنا أفكره أقول له حبيبي فاكر لما أنا وعدتك بكذا جبتهولك فاكر لما كذا جبتهولك مش شرط كل مرة أجيب لك الحاجة بس أنا بحسه فعلا حاسس دايما ان هو مش زي بقيه صحابه ما عندهوش آه الحاجات اللي هي عندهم مع اني بجد بس ليه هو حاسس اني ما حسيتش فا يا, يا طولت عليكي لا لا خالص نورتينا بشكرك يا سوزان يا سوزان سالتنا على طفلين طفلين, طفلين. 18 و10 أوه. أوه. اه الاولاني بيحوش بياخد مصروفه بيحوش جزء منه واللي هو عايزه بيجيبه حتى لو هي قالت له في اي وقت من الاوقات لا ده مش احتياجك دلوقتي ده, ده انا فلوسي وانا حر فيه. أوه. هو طبعا هي عندها ميزه كبيره جدا في الولد ان الولد اصلا شاعر بمسؤوليه ان هو ما محتاج حاجه بي بيجيبها بمصروفه وعندها ميزه كمان هي كمان بتتناقش انا لاحظت ان هي وهي بتتكلم عن عن الولد اللي 13 سنه واللي 10 سنين هي بتاخد وبتدي في الكلام أيوة. يا جماعه لو هننفذ الحرمان الاختياري دوت احنا بننفذ سياسه ضمن منظومه تربويه كتيرة من ضمن من ضمن جوانبها يبقى في حوار واخذ وعطف ايوه يعني هي كلام. صح فهي صحة طبعا تمام. اللي هي بتعمله دوت بس راعي ان هو 13 سنه هو مش صغير على ان كل مره هتقولي له لا مش هينفع تجيب الحاجه ديت انت مش محتاجها فهو هيسمع كلامك أيوة هي سالت نفس السؤال اللي حضرتك في دلوقتي هو مثلا سمعت موبايله اتقطعت اكتر من مره فكل مره تقول لو اتقطعت المره دي مش هخليك تجيب واحده تانية وبيروح يجيب فهل هي تمنعه لو قالت له مره واتنين نفس الحاجه لو ما حافظتش عليها ما تجيبهاش تاني وتمنعه لغايه امتى؟ بصي حاجة لطيفة جدا ومفيدة ان هي فعلا تحذر بس تكون حذرت ان المرة الجاية لو اتقطعت انا مش هجيب غيرها منها تخليه يتعلم يحافظ على الحاجة طبعا طبعا لو جاب غيرها طبعا تاخدها ممكن تاخدها طبيعي ممكن تاخدها طبعا طبعا لازم يتعلم قانون الزرع والحصاد ما زرع الانسان يحصد فانت ما نفذتش وما قطعتش توجيه لي اخدها منك اخدها منك لوقت طبعا يعني لوقت. لوقت قد ايه بقى لوقت حسب بقى يعني نفس ابنها اه ما احنا اكيد يعني كل طفل فيه فروق فرديه يعني. طب اسمحيلي ده مش هيوصل بعض الولاد لانه ده برضو انا شفته شخصيا ان هم بعد كده يخبوا على اهاليهم انا جبت ايه لو عارف ان قلنا ماما هتاخد مني يا جماعه مبدا الحرمان الاختياري احنا مش على طول خط بنحرم اوكي ما اكيد ماما ديت ماما مدام سوزان صح مدام سوزان مش على طول خط بتشيل الحاجه لما بتيجي ومش على طول الخط بتقول لا ومش مش على طول الخط بت بتمانع الولد اه شاعر بدوت شاعر طيب. بدوت طب واحنا, طيب وإحنا كمان بنوضح للطفل يعني هو مش صغير ده 13 سنه واعي احنا بنعرفه ليه احنا بنعمل كده لان مش كل حاجه في الحياه احنا عينا بتقع عليها او بنبقى عاوزينها احنا بنجيبها حتى لو من مصروفك حتى لو من مصروفك طبعا مم. ما هو احنا ككبار على فكره بنعمل كده ساعات خلي بالك احنا ككبار لما كل حاجه عنين ماما بتقع عليها بتعجبها بتبقى شغوفه ان هي تجيبها لما ما بتقدرش كده. تقول لابنها وبتقدر تنفذ معاه مبدا الحرمان الاختياري فنكون حذرين جدا يا جماعه ان احنا نفسنا بنبقى ما بنتعاملش بالطريقه طيب. دي. طيب الطفل التاني اللي عنده 10 سنين و ما سمعتش آه بقى كويس اه اللي عنده 10 سنين هي بتجيب له حاجات او هي شايفه ان هي بتجيب له كتير. اوقات كتير بس في اوقات كتير بتقول له لا زي ما احنا كنا بنتكلم فكل ما تقول له لا هو يرجع يقول لها انت كل حاجه بتقولي لي عليها لا انا شايف ان انا غير صحابي خالص. اه سمعت كده. اه فهل آه هي فعلا آه يعني بتتعامل معاه ازاي لو في الحالات اللي زي كده قالت ان هو بترجع هي تفكره لا انا لما وعدتك بالحاجه الفلانيه جبتها لك فتعمل ايه مع الطفل ده لانه الطفل ده حاسس انه اقل كتير من الناس اللي حواليه هو, آه هو صح جدا هي بتقوله انا وعدتك بالحاجات الفلانيه بتفكره بتذكره لا انا بستجيب بستجيب كتير مش مش زي ما انت متخيل ثانيا زي ما في اعلى مننا احنا في كمان في الحياه ناس اقل مننا من الحاجات الجميله اللي بنلفت نظر الاهالي ليها مش من باب الخدمه بقى والكلام ده كله لا من باب ان نعلم اولادنا ان احنا نخليهم يشوفوا ناس اقل منهم ناخد ابننا في العيد ونوريه ونوديه آه دور, دور رعايه دور رعايه بنعاد عليهم وبنشوف النماذج دي احنا بنعلمه إيه يا جماعه احنا مش رايحين خدمه مش بتكلم على الخدمه الكنسيه ولا الكلام ده كله خالص احنا بنعرفه ايوه في ناس اعلى مننا في الحياه ايوه طبعا دي حقيقه، لكن برضه في ناس اقل مننا في الحياه صح. وشوف هو مستمتع قد ايه، انت لما رحت المكان ده شفته مستمتع ولا لا؟ يقول لك اه ده احنا شفتهم فرحانين وبيلعبوا لان العطايا مم. بنعلمه بشكل ربنا على بنشكر أوران عليها ربنا، ثانيا العطايا مش كل الوقت تبقى سبب فرحتنا، تمام. في ناس اقل مننا وسعده في الحياه وعارفين يستمتعوا بالقليل اللي في المكاسب، انا هكسب ايه لو انا اه اتبعت الاسلوب ده بشكل صحيح مع ولادي؟ هو الحقيقه ان احنا بنكسب كتير جدا والمكسب الحقيقي بيعود على الطفل او الشخصيه نفسها شخصيه الطفل دي لما بيكبر. اول حاجه الطفل بيكتسبها بيكتسب قدره تكيفيه عاليه جدا مع كل الظروف إيه لو ادتيني 1000 جنيه هعيش بيها، لو ادتيني 2000 هعيش بيها، لو ادتيني 500 هعيش بيها، فبقى قدرته التكيفيه مع الحياه عاليه، احنا بنلاحظ دوت كخدام في المؤتمرات مع الولاد. في ولاد تروح المؤتمر ما تبقاش عارفه تتبسط مع المكان كويس. كان لطيف الاكل معقول لكن تلاقي الولاد طول ما قاعده عماله تقفل الاكل مش عاجبني السرير مش عارفه فيه ايه العيال دي انا بحسهم مساكين مساكين لان هم احنا بنبقى طبعا عارفين كخدام خلفياتهم اللي طالعين منها ان هم ما تعودوش يتكيفوا واهلهم كانوا موفرين كل شيء فالولاد عايزين يتحطوا في اطار معين اطار معين بنفس مستوى اللي الاهل عايشينه فيه وما يتنازلش عنه عشان خاطر يقدر يتبسط على العكس تلاقي اطفال تانية لو حطيتيهم في مكان اقل او ولاد تانية في مكان اقل بسته. عم يتنططوا ويساعدوكي ويجيبوا ويروحوا معاكي وفرحانين وبيلعبوا وبيتنططوا عارفين يفرحوا بالحاجه اللي في ايديهم مم. فالطفل دوت لما بنربيه على فكره الحرمان الاختياري المخطط زي ما قلنا قبل الفاصل بيطلع عنده قدره تكيفيه جدا مع الحياه في اي مكان بيروحوا اذا كان في الشغل اذا كان في بيت اذا كان في في علاقات مع اللي حواليه اذا كان في مشتريات وامكانيات جيبه وتجيب الحاجات دي حاجات معينه فقدرته التكيفيه عاليه جدا مع الحياه بكل ظروفها تاني حاجه بيعرف يفرح بيعرف يفرح ليه لان لسه الحياه فيها حاجات تانية لسه ما حصلش علي. عليها لما بيسعى ليها وبيجيبها بيعرف يفرح بيها بيعرف يتبسط بيعرف يتبسط بكل اختيارات الحياه اللي موجوده قدامه ثالث حاجه واهم حاجه بيبقى عنده حاجه اسمها قدرته الذاتيه عاليه قدرته قدرته على اداره ذاته بتبقى عاليه قدرته على اداره ذاته بتبقى عاليه انا مش هشوف الحاجه الفلانيه انا مش هاكل الحاجه الفلانيه وده الكنيسه بتعلم هنا فكره ضبط النفس واداره النفس يعني الاداره اداره الذات دي بالمصطلح النفسي هي فكرة ضبط النفس في, ال... في الكتاب المقدس الكنيسة من واحنا صغيرين بتعلمونا فكرة الصوم انا انت صايم فانت قدامك في اكل فطاري انا مش هقرب منه مع اني ممكن اكون لوحدي في الشقة وفي البيت مم. بس انا ما شايفني بس دبت انا ضبط انا انا هضبط نفسي إن انا مش هقرب منه الفتره دي الاكل الفطاري دوت مع ان ما حدش شايفني ممكن اعمله ما حدش هيلومني ولا هيدني فالطفل دوت لما بيطلع على ان في حاجات انا هجيبها وفي حاجات هتؤجر وفي حاجات مش مش هجيبها في الفتره دي خالص بيطلع عنده ادارته الذاتيه على نفسه عاليه عاليه طبعا طيب في جالنا تليفون من شوية بس يعني احتراما لرغبة الام الام قالت ان احنا نسأل هايك السؤال بشكل مباشر الام بتمنع شوية حاجات عن الاطفال هي شايفة ان هما مش, مش احتياجاتهم مش رغباتهم ايا كان الاب بيعند معاها ويروح يجيب الحاجات اللي هي قالت عليها لا كعند فانا عايزة اعرف الوضع هنا عامل ازاي اولا الام بتعمل ايه وتقولي ايه للاب ده اللي ممكن يبقى بيدمر ولاده بعنده مع الام تمام طبعا فكره ان احنا نتكلم قدام الولاد ونصارع مع بعض قدام الولاد وانا قلت لا وانت مش فاهمه حاجه انا عايزه اجيب له الكلام ده كله يا جماعه من فضلكم يستحسن ان يكون بعيد عن الاطفال حتى لو بابا انا اسفه عمل حاجه مش على رضاكي يعني يفضل ان احنا ما نعاتبش بابا وما نوجهش اي ملامه لبابا قدام الولاد لكن ما بينا بين بابا نوضح الكلام ده على فكره اغلب اللي بيعمل بيعملوا كده بيعملوه انا اسف التعبير عن جهل فبابا مش عاوز يعند مع ماما لا بابا فاهم ممكن يكون المحبة والعطاء والتربية غلط فاحنا نقعد مع بابا ونتفق نبلان الموضوع مع يعني ماما وبابا يخططوا للموضوع مع بعض طب ما ينفعش ما هو ما أخذها فكرة المواضيع دي ما ينفعش تتعمل ما ينفعش تتعمل بشكل فردي يعني ماما تقرر مع نفسها تطبق سياسه الحرمان بابا مع نفسه قرر يربي بنته بالطريق لا اطلاقا الموضوع ده يا جماعه مخطط بيتخطط له ماما وبابا بيخططوا له مع بعض فماما انا مش عايزه افرض العند على طول كده آه لا بس لكن خلينا خلينا, خلينا نمشي أول, اول خطوه بالضبط. ان ماما تقعد مع بابا وتقول له ده مش كلامي آه. دي مش رؤيتي الخاصه ده كلام بتوع علم النفس وبتوع مشوره الطفل والكلام ده كله انا عارفه ان انت نفسك تعمل تقر برضو فكره ان انا اقر بمشاعر بابا الطيبه انا عارفه ان انت تقصد ونيتك خير وان انت تقصد كذا وكذا 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 ونجرب اما لو بابا داخل في سكه عند بقى ده موضوع تاني دي مشوره زوجيه دي بعيد عن مشوره الطفل شويه لكن انا بفرض ان بابا فعلا ما عندوش الثقافه دي طب هنفترض انه داخل معاه في عند ومش عايزين ندخل فيه مشوره اسريه هي تعمل ايه لو لقت ان كل حاجه بتقول عليها لا الاب بيختار الحاجات اللي بتقال عليها لا ويروح يجيبها ما قدامهاش سبيل غير ان هي تتفق مع بابا الا اما ان احنا بقى نلجأ والموضوع على فكرة يستدعي إن إحنا نعدل من طريقة تفكيرنا ونلجأ فعلا لفكر مشهور يبقى أعلى مني ومنها يعني ساعات الرجوع لمرجعية بيعفي الزوجة من هي تطلع هي الصح وهو اللي غلط والكلام ده كله فإحنا ممكن نرجع نروح لمرجعية بعيد عننا خالص يكون طرف حيادي مشهوري وهو يقول لنا الكلام ده هو بنفسه يعني طيب لو خل... احنا في مكاسب تانية ممكن نكسبها من تطبيق ثقافة الحرمان طبعاً ثقافة الشكر وان و... الولد يتعلم يشكر ويتعلم كمان يحافظ على الحاجه اللي في ايده النوعيات اللي, اللي, اللي ما نالتش كل حاجه بسهوله دي وساعته زي الام اللي, اللي... مدام سوزان اللي جات لنا اتصالها من شويه بتقول انا بخليه يحوش ويجيب الحاجه هتلاقي الاطفال دي من نوعيه انهم بيعرفوا يحافظوا على حاجتهم على فكره عشان كده انا مش مش مستقتره ومش مستبعده ان لما تقول لابنها ابنها الكبير اللي هو 13 سنه تقول له مدام سوزان ان انت لو ما حافظتش انا همنعها مش مستبعده ان هو يهمل برده في حاجته لا لانه هو دفع فيهم أيوة. وحرم نفسه من حاجات عشان خاطر ينولها ينول السماعه او وات يعني الحاجه اللي هو طالبها فدي مكاسب كتيرة طبعا جدا ادارته الذاتيه نقولهم بسرعه ادارته الذاتيه على نفسه بتبقى عاليه بيعرف يحافظ على الحاجه اللي في ايده بيعرف يفرح ويستمتع بالقليل طب دي انا عايزه اسالك مهارة عالية. اسالك على حاجه لو مثلا حد من الاطفال كسر حاجه في البيت مش كسر لعبه كسر حاجه في البيت هل اعاقبه بانه احرمه من حاجه ثانيه قدامها ولا ابقى متبعه اسلوب العقاب اللي هو انت كسرتها فانت اللي هتجيبها من مصروفك حتى لو كسرها غصب عنه. هل الولد ده مهمل؟ ما هو خلينا برضه نفرق هل الولد ده اصلا بطبيعته مهمل وبيمشي وجه... في الشقة كده جهجهوني زي ما بيقولوا؟ لو الطفل ده جهجهوني وانا انذرت مره واتنين وثلاثه ما هو العقاب ده يا جماعه لازم يكون منذرين مره واثنين وثلاثه والطفل مدرك ان الموضوع دوت لو عملته هيبقى ليه نتيجه. امم فلو الطفل كسرها بدون قصد طبعا مش لازم نقصه يعني مش لازم نقصه للاخر لكن لو الطفل فعلا طبيعته بالمنظر دوت وماشي جه جهوني وانا انذرت مره واتنين وثلاثه لازم طبعا لازم مم. لازم يتعلم فكره قانون الزرع والحصاد انت عملت كذا قصاد العقاب الفلاني. تمام طيب اروح بقى للتحديات اه قبل ما وقت الحلقه يخلص ايه المشاكل او ايه الحاجات او العقبات اللي ممكن تواجه اي اب وام قرروا انهم يطبقوا ثقافه الحرمان الاختياري المخطط بشكل صح عجبني قوي تنظيم صح بالظبط ثقافه الحرمان الاختياري المخطط بشكل صح اول حاجه التفكير العاطفي اول تحدي بيقابلنا يعني دلوقتي انا بتوقع ان ممكن ماما وبابا دلوقتي سمعنا فقالوا احنا هننفذ فاول حاجه على فكره هتيجي في دماغهم يقول طب مش حرام علينا يعني احنا ربنا مدينا كل الفلوس ديت علشان خاطر نقول لهم لا اه من فضلك ده مش حب على فكره في لغات كتيره للحب تقدر تعبر بيها لطفلك بشكل كبير عن الحب غير غير العطاء زي ما قلت لكم من شويه الحب والاحضان والبوس عند الاطفال بيبقوا عاليين قوي يا جماعه فكره التلامس الجسدي مع الاطفال وانك تعبر له بيه عن حبك ده بيبقى حاجه كبيره جدا عند الطفل وانك تلبي له كل طلباته مش دوت اللي هيخليه طالع شبعان يقول لك عشان خاطر املى عينه واشبعه دي كلها افكار دي تفكير بيسميها أيوة. التفكير العاطفي فان انا هيبقى ربنا مديني فلوس كتيره وان عايزه اطلعه شبعان الشبع على فكره يا جماعه الشبع النفسي دوت والرضا ما بيبقاش متوقف على العطايا الكتيرة وتلبية الرغبات الكتيرة صدقوني صدقوني يا ما ناس عندهم حاجات كتيرة وكل ما اشتهته عينيهم جابوه وعندهم بالبلد بنسموه فراغة عين بالظبط فراغة عين وما عندهمش سعادة فمش ده واحد تاني يقولك لك من, من طرق من طرق التفكير العاطفي او من الافكار اللي بتيجي في دماغنا يقول لك انا مش عاوز اللي انا اتحرمت منه واللي اهلي عملوه يبقى مثلا طالع من بيئة فيها حرمان عالي اللي هو الاكستريم يعني احرم ولادي منه احرم عيالي ده بنسميه طرح يعني انا بطرح مشكلتي اللي حصلتي وانا صغير عليهم وده ببقى بتطرف في التفكير ده تطرف في التفكير مم. فواجه نفسك بان ده طريق التفكير العاطفي مش صح يا جماعه بس المثل اللي حضرتك اتكلمتي فيه دلوقتي ده بيبقى الاهالي دول غصب عنهم لان هم, هم اه يعني كانوا مقضيين طفوله الاكستريم بتاعهم ان هم مش ما دلوقتي مش بعرفهم واحنا بندخل دلوقتي افكار جديده لذهنهم فبنقوله مش معنى ان انت اتحرمت ان انت تعمل بقى يعني انت كنت في الاكستريم بتاع الحرمان، تروح رايح الناحيه الثانيه، عارفه بندول الساعه لما يبقى بين اقصى اليمين واقصى اليسار، انت كنت في اقصى اليسار عايز تخلي ابنك في اقصى اليمين، لا ده صح ولا ده احنا عايزين نستقر، عايزين نعمل توازن، مم. عايزين نعمل توازن، فاول تحدي بيواجهنا هو فكره التفكير العاطفي الت... طرق التفكير العاطفي تمام ثاني تحدي بيواجهنا مواجهه الناس. انا ازاي هبقى واقفه في السوبر ماركت ابني بيقول لي انا عايز الحاجه الفلانيه وانا بيه كده ماله هدومي داخل اه ايوه ايوه هدومي داخل فانا اقول له لا وبيقول عليا ايه الناس بيلاقيه بص بيبص حواليه كده فاهمه ايوه, أيوة. شوف الناس هتبص عليه ايه هقول لك اسال نفسك سؤال واسالي نفسك سؤال بصراحه وبامانه امام الله انت بتربي وبتربي ابنك او بنتك عشان خاطر الناس تقول عليك ايه عشان احنا كتير بنربي عليك عشان الناس تقول عليه ان انا ربيت عرفت اربي عرفت ربي. أيوة. فانت بتربي ابنك ده عشان خاطر منظرك قدام الناس وبتجيب له وبتلبي عشان خاطر الناس ولا انت بتربي ابن علشان خاطر تطلع شخصيه سويه امام الله وللمجتمع بالظبط فدي مواجهه تانية فلازم تقرر مع نفسك تقول انا هواجه الناس ماليش دعوه بالناس عايز اقول لك نشكر ربنا ان ثقافه التوعيه التوعيه التربويه دي بقت عاليه دلوقتي عند الناس فمش هتلاقي مش هتلاقي ناس كتير تبص لك يعني أيوة. تحدي احنا بنواجه عنف الطفل بقى اه بس سريعا جدا عنف الطفل عنف الطفل وثورته أنا عارفة إن الموضوع ده هنواجهه تحدي كبير مع الأطفال اللي إحنا ما بدأناش معاهم من الصغر طبعا. الموضوع، لكن الأطفال اللي بادئين معاهم من الصغر مش هنلاقي الموضوع ده ولأن لأن الطفل بيلمس مفاتحنا آه. لو ماما استجابت لصراخي وعنفي أكمل بقى خلص. أكمل، بالضبط. لو ماما نزلت على الأرض وهو بيصرخ وبيصرصر انزلي لمستواه، انزلي المستوى قالت له أنا مش هكمل معاك بالطريقة دي وصراخك ده مش هيجيب نتيجة، الموضوع ده على فكرة التحدي ده تحديداً محتاج مهارتين صبر صبر وطولة بال تمام وتفهم فتفهمي ان هو عاوز انا عارفه ان انت عاوز الحاجه الفلانيه بس احنا مش كل حاجه هنجيب مش انا جبتلك لك الحاجه الفلانيه مم. فاصبري من فضلك الامهات بت... بتستعجل هتتعصد. ان انا اصل العيال بتقعد ممكن اطفال بتقعد آه. بالربع ساعه تصرخ تصرخ عليهم اصلا فارجوكي انزلي على الارض وقولي الطريقه دي مش هتجيب نتيجه على فكره مره واثنين هتلاقيه فعلا هاي. صدقوني بس اصبروا خليكم طوال البال التربيه محتاجه ان انتي ترمي في... ترمي بذرتها وتصبري اصبري لغايه ما تنمو فطبعا دي كلها تحديات محتاجين احنا نجهز ليها كاسلحه عشان أيوة. نقدر نواجهها استاذه مريان عاطف لما خصائص الارشاد الاسري والدعم النفسي نورتيني النهارده فعلا الحلقة. ممتعة بشكرك جدا إنك كنتي موجودة معايا شكرا ليكي يا مساء بشكركم مشاهدينا طول الوقت على تعليقاتكم اتصالاتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم كل حاجة بتبعتوها لنا بناخدها طبعا بعين الاعتبار وبشكركم على حسن المتابعة طول الوقت في كل برامجنا على شاشة سي تي في يوم الأربع اللي جاي هقابلكوا قبل المعدة بساعة وحلقة جديدة ومانية جدًا